السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أصدقائي الحسينيين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا أنا الحسيني من على قناة شهاب الفضائي. نحب زيارة الإمام الحسين، نروح الكربلة أمر محبب إلى أنفسنا، لكن حتى نزور إمام الحسين أكو آداب لازم نراعيها، واليوم راح أحكي عن موضوع الملابس. ملابس الزيارة لازم تكون نظيفة وطاهرة، لأن راح نروح نزور ونصلي بها، ولازم تكون محترمة ولائقة. باختصار خلونا نتخيل نفسنا إلى منو رايحين وحضرة منو داخلين، ونلبس اللي يليق ويدل على احترامنا للإمام الحسين. اليوم راح نتحدث عن إحدى النصوص المشهورة زيارة الإمام الحسين عليه السلام، هي الزيارة الناحية. هاي الزيارة هي من الزيارات المطلقة، يعني من الزيارات اللي ينزار بها بيوم عاشوراء وغيره من الأيام، وهي منسوبة للناحية المقدسة. هو مصطلح يشار به الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هاي الزيارة بالإضافة لما تحتويه من دعاء، فهي تروي في طياتها سيرة الإمام الحسين والظروف اللي قادته للثورة، تفاصيل فاجعة كربلاء وما جرى على الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أسماء الشهداء، وتعد بذلك مرجع لتحديد أسماء الشهداء من أهل البيت والأصحاب في الواقع. ومن أشهر من نقلنا هاي الزيارة هو الشيخ المفيد رحمة الله عليه. سؤالي لكم أصدقائي، هل قريتوها أو سمعتوا زيارة الناحية المقدسة؟ إذا كان الجواب نعم فأحسنتم، وإذا الجواب لا فأدعوكم لذلك. وبوقت عمبي الخوف من الحاكم الظالم وأعوانه، وكان كل شيء ينفرض من السلطة بالقسوة والإجبار. الأوضاع مخيفة والمجرمين يتربصون بكل مكان، لكن رغم كل هذا قرر الإمام الحسين أن يثور ويقول لا للغلط لا للظلم لا لتحريف الدين. وحتى ينهي كل هذا صارت ملحمة كربلاء، وقدم الإمام الحسين أهل بيته وأصحابه ونفسه على طريق الشهادة، حتى يكون درس إلنا أنه ما نسكت عن حقنا وما نقبل بالظلم وما نرضى بالباطل، ودائما ما نكون أقوياء بالحق، ومثل ما يقولون ما ضاع حق وراءه مطالب. لما نتحدث عن شهداء كربلاء لازم نبدي بالإمام الحسين، ولما نتحدث عن صروح كربلاء لازم نمر بمرقد الإمام الحسين. مرقد الإمام الحسين هو حيث دفن بعد واقعة كربلاء في سنة 61 للهجرة، ورغم توالي السنين باقي يتحدى الزمن ويرسم أسطورة الخلود لدم الشهيد. تحت قبة الإمام الحسين باقة من خيرة الشهداء اللي يعرفهم التاريخ، واللي قال عنهم الإمام الحسين نفسه: فأني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. وأول الخير قطر ثم ينهمر. أول الخير كان مشاركتهم للإمام بمرقد وارتباط أسماهم باسمه. أهم جزء بالمرقد هو ضريح، موقع دفن الإمام الحسين مع والديه علي الأكبر وعبد الله الرضيع. بعده يأتي ضريح الشهداء، وهو أشبه بمصالحنا الحالي بالمقبرة الجماعية اللي ضمت جثامين الشهداء بواقعة كربلاء. بالإضافة لهذا هناك قبر حبيب بن الظاهر الأسدي، وهو أيضا من شهداء كربلاء. وعلى مر التاريخ دفن في المرقد أحفاد الإمام الحسين مثل إبراهيم المجاب، ودفن علماء، ودفن ملوك من محبي آل بيت عليهم السلام.
أول من ميز قبر الإمام الحسين هما بنو أسد، القبيلة المعروفة اللي قامت بدفن الشهداء ووضعت علم على قبر الإمام الحسين لتمييزه حتى ما يضيع مكانه. ومن وقتها وهذا المرقد باقي ويكبر كما الحسين الكبير باقي في قلوب محبه. في ليلة العاشر من محرم كان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام في صلاة ودعاء وخشوع، وكان الإمام الحسين بينهم يقرأ القرآن ووصل قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. على حدود المعسكر الحسيني كان رجال معسكر الأعداء يحاوطون المكان، ولما سمع أحدهم الآية قال باستهزاء: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا منكم. عرفه البطل برير واسمه أبو حرب وكان من الشجعان، فناداه برير وقال له: يا فاسق، أنت يجعلك الله في الطيبين؟ سأله أبو حرب بغضب: من أنت؟ فأجابه: أنا برير. وبرير كان معروف بتقواه وبأنه شيخ القراء في مسجد الكوفة. تفاجأ أبو حرب واستغل برير المفاجأة وسأل أبا حرب: ألا تتوب إلى الله من ذنوبك؟ إننا لنحن الطيبون ولأنتم الخبيثون. والمفاجأة أنه أبو حرب مقتنع بذلك ورد وقال: وأنا والله على ذلك من الشاهدين. فقال برير وهو متعجب: ما هذا التناقض؟ ويحك، أفلا ينفعك معرفتك؟ لكن الغشاوة كانت ثقيلة على أعين معسكر الأعداء، هم يعرفون الحق مع منه، لكن طمعهم وجبنهم خلاهم يقبلون بالباطل. هكذا بقى أبو حرب على ضلاله، رغم أنه باب التوبة انفتح إلى على يد شيخ القراء برير. صغار كربلاء كان لدمهم وسبيهم وعذاباتهم أسمى هدف، وهو فضح الوجه القبيح للأعداء، وأنه ما كان عندهم ذرة من مخافة الله أو الإنسانية، وهم يرتكبون أبشع الجرائم بحق أطفال المخيم الحسيني. زهرتنا من مخيم الإمام الحسين لهذا اليوم هو محمد ابن أبي سعيد ابن عقيل، والده ابن عم الإمام الحسين من شهداء كربلاء أيضا، والدته هي فاطمة بنت الإمام علي، يعني الإمام الحسين كان خاله. وبوقت الواقعة كان عمره 7 سنوات فقط. يروي أحد مجرمي معسكر الأعداء كيفية استشهاده، وهو أنه بعد مقتل والده وخاله الحسين خرج مذعور من الخيام، وهنا اقترب منه أحد المجرمين وقتله بدون أن يخجل من عار هذه القتلة اللي راح يرتبط باسمه إلى الأبد. ورد اسمه في زيارة الشهداء وتم التسليم عليه ولعن قاتله بهذا القول: السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل، ولعن الله قاتله لقيط بن ناشر الجهني. المخيم الحسيني إلى براعم الأصوات الحسينية، ننهي حلقتنا اليوم مع الصوت الحسيني، ونقول لكم انتظرونا وراجعين بحلقات جديدة. زينب أنا يا كربلاء أطلب الماي شان قمار، زينب أنا ألم دليل للخيمة حيزني للنهار، زينب أنا يا دنيتي يا دنيتي، زينب أنا أنا إيش ضمت وإيش ضمت لي مصايب هدمت،
كل حالي الإسلام رغم كل الحمل تامن الآلام. أنا تمنيت أشوفان عرس جسام، أنا تمنيت أشوفان عرس جسام، بس الطالب أخي لو باقي له أحلام، بس الطالب أخي لو باقي له أحلام. والمسألة طبيحن المشوق أجره ما يجي، المسألة هاي الإذن سمعت شتم ما ينحمل، سمعت شتم ما ينحمل.